زين اوكي بدينا الجيم اه البالي بيسوي حجر وقصر سيد داش الجيم اوكي عندنا دارك دارك بيت فيرسز دارك بيت فيرسز ما هي لان انا صراحه والله اؤيد هالشيء لان احس كابتن فالكون بيكون عنده مشكله ضد ماريو لان ماريو عنده كيب وعادي يبهدله اذا لين الحين يجيب سكن جمب فحاليا ليش حاطين فهد وزولين ونقنوق انا قلت ان نقنوق بلاير 1 بس غيره مكانهم 60% زيرو هذيك اوكي اوه يعني ما شاء الله ان نقنوق هي بدع بدع صراحه تو بيفت جراب مال الباح اذا مال فيز روبن زين ولين الحين انتو زيرو لين الحين زيرو لين الحين زيرو لين الحين زيرو 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 وصلوا 100 بس شوف لا 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 تحاتي على ماريو لان ماريو الحين كومبو واحد الاب ايرث يخلصها اذا ما طار اظن فرونتير كانت اقوى تو بس انه هو سوى الحين فرونتير وخلاص لا ماريو عنده دياي الى يوم الدياي ماريو ما شاء الله يعني من الكاركترات اللي ما يموتون بسرعه ما اعرف كيف وايد بالانس اول اراوند و بس الحين وان ستوك ما يابا الحين زين بعده زين 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 بعده وي 11 وي 11 وي 11 عادي مالي زولين زولين اصلا اوه زين اوكي نايس تو نقنو سوى حركه اي شله اوه شله بالداون سماش اولي 11% زين لا والله توا صراحه النقنوق ابدع ابدع صراحه اي وايد ابدع هي ديد كومبوس بارتي اوكي اوكي ابتلتس لابيرز بس ديدنت كونكت للاسف زين نشوف بعد النقنوق يعني ما شاء الله يعني وايد وايد مبدع يعني ما حد خرب البراكت صغيره هو الصراحه نزلنا كنا في اللوزرز براكت او تحدى منو انا ما ترى ما كنت موجود تحداك انت تحداني انا والحين يتحدى زولين بس واول مباراه راح يتحدى اول مباراه بعد لعب ضد برادو اللي فاز ايه برادو فاز قسم بالله برادو بدع ما شاء الله يعني تعرف طلع فهد اللي طالع الخامس عندنا وطلع سنك وطلع لا ما ادري بعد نيو تيمبس من نزل اللوزرز نيو تيمبس في اللوزر ما ادري ترى هو قال انه هو يتحدى برادو بس انه ماريو ماريو فيه زين اوه اوكي نايس نايس سبيسينج بالباكير اوكي نير اوف تك زين 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 سوى تك توا حتى بعد هو زولين سوى ادابشن قام يتعود أوه. اوكي نايس لا ما سوى تاخر شوي تاخر شوي تاخر شوي لانه هو شو يوم يرتفع من الارض من اول مره لازم يعطي جاب بس هو ما سوى هالشيء يعني تاخر شوي اوكي باكير بس ما تذبح اوه نايس 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 توا كان شوي ريسكي بعد ان تعرف عادي الاردرز كان اوكي اخذوا الستوك وطاقه 95 بس بنشوف هو صراحه بدايته كانت غلط بس الحين يصير يرجع لهذا بنشوف الحين ما ادري ليش احس انه يمكن يخلصه بالسايد بي ولا شيء يعني بس انا بعد للحين ها ليش ترامب ترى هي معروف عن نقنوق هو سوى هالحركه وايد ليش ترامب زين هي سواها علي اوكي نايس اوكي ايوه نشوف كومباك الحين من ماريو ولا نشوف نقنوق بعد بيسوي لنا سبرايز مشكله ماريو ما كمل اللي بعد سبرايز اوكي اوه توقعت يسوي الكومبو مال ابيرس بس انه لا ما يقدر التفتيت اوكي لا يوصل فوق تذبح هذه هي ماريو اوه تو شو استوى ضربه اوه نايس لو يابا على الستيج سبايك توه زين نايس اويرنس فروم اوكي لا الباكير ما تذبح الباكير ما تذبح اوه نايس صراحه نايس معني سووا اوكي 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 دي اي دي اي ماريو نايس دي اي اوه سووا ريد ريد حلو لا ريد على الرول لا حلو 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 صراحه حلو بس انا اظن اللي اثر على الجيم هذا وايد ان بدايه الجيم يوم نقنو يا ياب عليه تقريبا 170 وهو بس 11% بس شيء جميل يعني بعد عندهم فرصه يعني تعرف ان كاف ونيتن بس ياسين يلعبون الحين تحت هناك زين وشباب قطر الحين سليبينج سليبينج ووكر سامع عمرك سليب ووكر فكنا لا زين زين كاتب ان نقنوق بيست نو
Your Qatar fans are rooting for you. Nag number one UAE player. he has to be. هذا سليم هو يا كاتب ان ناك نمبر 1 يو اي بلاير لان كواليفاير من الامارات ترى زين في شاشه فاضيه ما ادري اذا سناك سناك في مباراه ولا شيء في شاشه فاضيه اوكي الحين خلينا نرد للمباراه اخذوا دريم لاند الحين بس ما غيروا الكاركترات تبغى تلعب العب 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 اوكي 1 0 حق اوه صح زين موب ناك ايوه الحين ان شاء الله عاد ما بس للعلم ترى سامي متلخبطه هو المفروض دارك بيت يكون تحته نقنوق يعني بس لانهم ياسين غلط انا عشر مرات كنت انبه يعني قبل الجيم وين يرسون كل واحد بلاير وهذا بس يلا ما عليه حلوه شوف هالمره الحين شوي احسن اي وايد شوف الحين اوكي نايس 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 طلع منها من الهاند كومبو بريكر يعني والله من احلى حركات طلعت من ماريو لابيو وايد حلوه تطلع من وايد اشياء اوكي شوف هو بعد للعلم بعد ان يعني الاستيجات اللي فيها بلاتفورمز من احسن استيجات حق ماريو يعني عشان شي اظن هو اخذ هالستيج لانه يمكن هو كنسل باتل فيلد قبل شوي نقنو فعشان شي هو اخذ دريم لاند حاليا اوكي كان اوكي 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 في شيء انا اشوف ان يعني زولين ما قام يسويه قبل كان يسوي وايد اللي هو انا اشوف انه وايد ياس يغلط في البي ريفرس زين هو شو كان يسوي قبل اوكي ما لحق يسويها نايس 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 لان ثاني مره ما كان عنده فيزيبيليتي ما عنده فيزيبيليتي ايوه هاي شوف اقول لك يعني نحن لازم اليو اي بلايرز عندنا نحن يسوون يوتيلايزيشن حق الليتش ترام ما تشوف حد يسوي يوتيلايزيشن حق الليتش ترام مثلا لو انت بترمس عن بيرفكت بيفت منو احسن ترمس عنه غير البح مثلا غير البح ها اوه هاي مشكله دارك بيت دارك بيت يوم سيد تصير يعني بالضبط على الاج ما يزخل الاج يكمل فوق اوكي اوكي هو ما ادري كيف الباكير ما ضربت بس ان يمكن الانيميشن مال الجراب استوى شويه شفت حق الهيرد بوكس جيم شويه انتنس ونشوف اوف شوف زولين يحاول يلعب شويه سيف الليد وايد حق شو اسمه هو طلع جيم تل ستوك ترون تقول يعني حتى لو خسر ستوك واحد بعد ما ما ما, بي ما بيأثر يعني وايد عليه بس بنشوف الحين زولين بيقدر يسوي اوه نايس اظن سوى ريد ان يمكن يودر شيلد ولا بيسوي رول لانه سوى داون سماش من بعد هذا داون سماش وايد زين حق السبيسنج حق بيت مثل ما نشوف نقنوق ما يستعمل السايد بي ابدا ايه اوه نايس هو انا احس انه هو متى بيستعمل بيستعمله حق او او سربرايز ايه سربرايز يعني ترى انا اشوف ان اللعيبه اوه خلص ما عليه 2-0 goes to نقنوق جود جيم يلعب الحين خلاص امشي على طول يروم يلعب الحين اصلا ولا شو اسمه ضد تميم يروم يلعب ضد تميم احنا